بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أذكار النوم أخذنا سبعة أذكار، سبعة أذكار أو سبعة أذكار. اليوم نأخذ ذكر، والحديث هذا رواه الشيخان البخاري ومسلم من حديث علي رضي الله عنه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن فاطمة رضي الله عنها شكت ما تلقى من أثر الرحى، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده، فوجدت عائشة فأخبرتها، فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته عائشة بمجيء فاطمة رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، يعني تقول فاطمة رضي الله عنها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلينا وقد أخذنا مضاجعنا، فذهبت لأقوم، فقال على مكانكما أو على مكانكما، فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري، وقال ألا أعلمكما خيرا مما سألتماني. نعم، إذا أخذت مضاجعكما تكبرا 34، وتسبح 33، وتحمد 33، فهو خير لكما من خادم. شرح الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا لأصحابه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، فكان يعلمهم ما ينفعهم في دنياهم وآخرتهم، وكان يعلمهم الأذكار الجامعة التي يعطي الله عليها الثواب العظيم، وتكون لهم عوضا عن شدة العيش في الدنيا. يعني الأذكار عوض عن الفقر يوم القيامة، يعوضك الله عز وجل، تذكر الله عز وجل تدخل الجنة، تنسى البؤس والشدة والفقر. أن فاطمة رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم تشكو ما تلقى في يدها من الرحى، وبلغها أنه جاءه رقيق، يعني عبد، كانت ماذا؟ الرحى ممكن أدركتم ما أدري، كانوا يريدون يطحنون يعني الشعير، الحنطة والشعير، ماذا يفعلون؟ حجر كبير وتحته يضعون ثم يقلبون بأيديهم، هذه رحى، والآن مكائن، صار حتى يصير دقيق أو طحين، يعني ما يسمى طحين هو دقيق. وبلغها رضي الله عنها أنه جاءه رقيق، يعني عبد، فلم تصادفه، فذكر ذلك لعائشة رضي الله عنها، فلما جاء أخبرته عائشة رضي الله عنها عن مجيء بنتها فاطمة. يقول علي رضي الله عنه، طبعا رضي الله عنه هو أكمل من كرم الله وجهه، لأن كرم قضي الله عز وجل يكرم وجه أي واحد، بينما رضي هذا أفضل، لأنه إذا رضي الله عنك هذا يكفيك وقد دخلت الجنة. وبعض الناس لا يعرفون معنى كرم الله وجهه أو سلام الله عليه كما يقولون، هذه من نزعات الشيعة. الصحيح رضي الله عنه، نتقيد بألفاظ الشريعة. يقول علي رضي الله عنه: فجاءه وقد أخذنا مضاجعنا، يعني أخذوا مكانهم ينامون، فاطمة وعلي رضي الله عنهما. قال: فذهبنا نقوم، أرادوا أن يستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: على مكانكما لا تقوموا، لأن والد فاطمة مش غريب. فجاء فقعد بيني وبينها، بين الزوجين، وهذا والله يعني من لطف النبي صلى الله عليه وسلم، من لطف الأب على بنته وزوج بنته، من يفعل هذا الآن؟ قال: حتى وجدت برد قدمي على بطني، فقال، يعني براد القدم وجد أي في بطني، لعله وضع
قدمه على بطني أو جهة بطني. قال رضي الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على خير مما سألتما؟ لأن سألت خادم حتى ترتاح نوعا ما. قال: إذا أخذتما مضاجعكما، يعني إذا أويتما إلى فراشكما، فسبح 33 واحمد 33 وكبر 34، فهو خير لكما من خادم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال لابنته وزوجها ابن عمي رضي الله عنه، لأن علي ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أجمعين: ألا أدلكما على خير مما سألتما، يعني مما طلبتما من الرقيق أو الخادم، يريدون واحد يساعد فاطمة رضي الله عنها. وذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتحميد والتكبير، وقد جاء مرتبا هكذا في هذه الرواية، وأنهما يكبران، بدأ بالتكبير 34، وأما التسبيح والتحميد ف33، لكنه جاء في بعض الروايات أن التكبير يكون أيضا 33، وفي بعض الروايات أن التسبيح يكون 34، وفي بعض الروايات أن التحميد يكون 34، لكن أكثر الرواة على أن التكبير 34، وأن التسبيح والتحميد 33. هذا عليه الأكثر، أكثر العلماء، وهو الأشهر، ومن ثم رجحه كثير من أهل العلم. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن ذلك أفضل، يعني هذه التكبير والتسبيح والتحميد، أو أنه خير لهما مما سألا من الخادم أو المملوك، يعني العبد إذا قال ذلك، يعني إنسان إذا قال هذا خير له من الخادم في هذا الوقت، حينما يأخذان مضاجعهما، أي إذا أراد أن ينام، فهذا أفضل لهما مما سألا. وهنا في رواية ذكر التسبيح ثم التحميد ثم التكبير، رواية معنا التكبير يبدأ، وهناك رواية يبدأ التسبيح ثم التحميد ثم التكبير، وفي بعض الروايات كما قلنا التكبير أول. وهذا رجحه بعض أهل العلم، يبدأ بالتكبير عند النوم. ومما ذهب إلى هذا الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى ورضي الله عنه، ويقول بأن التقديم التسبيح، ابن كثير يقول التقديم بأن التقديم التسبيح يكون في الأذكار التي تكون بعد الصلوات، يعني بعض الصلوات استغفر الله استغفر الله، ثم يذكر أذكار، ثم يقول سبحان الله سبحان الله هكذا، ثم الحمد لله الحمد، ثم الله أكبر الله أكبر. أما عند النوم يقول ابن كثير فيكبر أول ثم يسبح ثم يحمد الله عز وجل، يعني التكبير ثم التحميد ثم التسبيح ثم التحميد. وبعض أهل العلم يقولون هذا جاء في بعض الروايات، فالمكلف مخير، فيكون عاملا بهذه الروايات، وهي روايات كلها صحيحة. ونظروا أيضا بأن المقصود هو تحصيل العدد، يعني يأتي المكلف بهذا الذكر، وأن هذا الترتيب لا يؤثر سواء قدم التحميد أو التسبيح أو التكبير، أيهم قدم لا يؤثر لا بأس. ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث، حديث آخر، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه بأيهن بدأ لم يضر، كما جاء في التسبيح والتحميد لا إله إلا الله، فأيهما أخبر بأيه أنه أخبر بأيهن بدأ لم يضر، قال لا يضرك بأيهن بدأت أو بدأت، لا يضرك بأيهن بدأت. قالوا هذا نظير ذلك، وأنه لا يضر التقديم والتأخير، فالمقصود أن يؤتى بهذه الأذكار سواء قدمت التكبير أو التحميد أو التسبيح. وأما وجه تخصيص التكبير بالزيادة لماذا يعني 34 والتسبيح والتحميد 33 كما في الذكر بعد الصلاة في بعض السور، وكذلك هنا أيضا
ذكرنا يعني رواية معنا 34، لما في ذلك زيادة التعظيم، فإن التعظيم والتكبير قرينان، فالعظيم هو الكبير ذو الجلال والعظمة والكبرياء. ولهذا كثير من أهل العلم يفسرون العظيم بالكبير، فلذلك زيادة في التعظيم، هذا سبب 34 في التكبير. طيب، وقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا يكون خيرا لهم من الخادم، يعني أفضل، على أي وجه يكون أفضل؟ نريد نسأل هذا، يعني أفضل من خادم من على أي وجه؟ بعض العلماء قالوا أن يكون وجه الخيرية هنا باعتبار ما يتصل بالعمل الأخروي، وأن هذا التسبيح والتكبير والتحميد هذا يكون له من الأجر والثواب عند الله ما هو أفضل من هذا المطلوب الدنيوي وهو الخادم، وهذا له وجه، يعني الذي يسبح يأخذ أجر أعظم من الخادم، هذا وجه. والوجه الآخر بعض العلماء يقول يحتمل أن يكون المراد من هذا الكلام معنى يتصل بالمطلوب، لأنهما إنما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلبان الخادم، بماذا أرشدهما؟ أرشدهما إلى هو إلى ما هو أفضل من الخادم. إذن هذا يتعلق به بمعنى أخروي، ويتعلق به بمعنى دنيوي أيضا، وهذا ربما يكون أقرب من الذي قبله، بمعنى معنى الكلام أن من أتى بهذا الذكر فإنه يحصل له من القوة والإعانة على أعمال والمشاق التي يلاقيها ويكابدها في مزاولاته ما لا يكون لغيره، فيكون ذلك أيضا أعظم مما لو كان عنده الخادم. والإنسان قد يكون عنده من العمال والخدم، لكنه مع ذلك ربما يعاني، بل ربما كان الحال بالنسبة إلى بعضهم أنه لو قام بالعمل بنفسه لكان ذلك بما أحسن حالا. يعني بعض الناس عندهم عمال أو خدم ربما لا يستطيعون يتقنون العمل بمثل ما يريد صاحب العمل، لو قام هو بفعله لكان أحسن وأريح بالا، أحسن حالا وأريح بالا من قيام هذا الذي يوجهه، ولربما يخطئ المرة بعد المرة ويكسر هذا العامل، وحتى يعلمه يتعب ويحتاج إلى متابعة دائما دائما، تحط خلفه كاميرات مستمرة، ويمكن أن يقوم هذا بالعمل في جزء قليل من هذا الوقت الذي يقتضيه في متابعة هذا الإنسان. فلو عنده قوة هو وعنده هذا الذكر ويتمسك بهذا الذكر يتقوى أقوى من عامل، ويأتي بعمله بالإتقان. من عمل عملا منكم فليتقن، فيتقنه أحسن من الخادم. بسبب ماذا؟ بسبب الذكر الذي قواه، فإذا هو يأخذ أجر الآخرة وكذلك يتقوى في الدنيا، ومن ثم فإنه يمكن أن يقال بأن ذلك يكون سببا لإعانة وقوة، ويتمكن معها الإنسان من القيام بهذه الأعباء والتكاليف. ذكر ابن القيم رحمه الله عليه فيما يتعلق بهذا المعنى، قال ابن القيم رحمه الله عليه أن الذكر يعطي الذاكر قوة، أن الذكر يعطي الذاكر قوة، حتى إنه ليفعل مع الذكر ما لا يظن فعله بدونه. يقول هو وقد شاهدت من قوة الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في سننه وكلامه وإقدامه وكتابه أمرا عجيبا، فكان يكتب في اليوم من التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعة وأكثر، يعني في أسبوع كامل. وقد شاهد العسكر من قوته في الحرب، الجنود شافوا قوته في الحرب أمرا عظيما. وقد علم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا هذا الذكر، قال خيرا
خير لا أدلكما على خير خير من خادم ذكر. قال علم النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام ابنته فاطمة وعلي رضي الله عنهما أن يسبح كل ليلة إذا أخذ مضاجعهما 33 ويحمد 33 ويكبر 34 لما سألته الخادم، وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة، فعلمهما ذلك وقال إنه خير لكما من خادم. فقيل إن من دوام على إن من دوم على ذلك وجد قوة في يومه مغنية عن خادم. فيستغني عن خادم لابد أن يتمسك، لكن لا يأتي بالذكر يوم يأتي يوم لا يأتي يوم يأتي يوم لا يأتي أو يوم يأتي ثم يقول أين القوة. أنت لابد تداوم عليه. شيخ الإسلام تيمية يعني قد وجد هذه القوة، وقد ذكر لنا ابن القيم بأن له قوة خارقة. وقال أيضا بلغنا شيخ الإسلام تيمية يقول بلغنا أن من حافظ على هذه الكلمات، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يأخذوا إعياء يعني تعب فيما يعانيه من شغل غيره، كإنسان موظف مثلا يشتغل أو إنسان أجير يعمل، والمرأة تطبخ للأولاد والزوج وتقوم بشؤون المنزل مثلا وما إلى ذلك. يقول لم يأخذوا إعياء فيما يعاني من شغل غيره، والذي يجد تعبا وإرهاقا في العمل يمكن أن يقول مثل هذا الذكر، وجد من الإعانة والقوة ما لا يخطر له على بال. يستفاد من هذا الحديث فوائد كثيرة جدا، لكن نذكر بعض الفوائد. يؤخذ مدى شفقة النبي صلى الله عليه وسلم على أهله، حيث ماذا فعل؟ جاء إليهما بنفسه، هو رسول الله خير الخلق وأفضل الخلق، مع ذلك تواضع، لم يقل نادي فاطمة وعلي رضي الله عنه، لكن جاء بنفسه. لما علم ذلك؟ وهذا من كمال تواضعه صلى الله عليه وسلم. وأيضا أمرهما أن يبقيهما على حاليهما على الفراش، قال على مكانكما اجلسا، وجلس ماذا بينهما، انظر الشفقة والرحمة على البنت وعلى زوج البنت. اليوم الرجل إذا شاف بنته ربما لا يسلم عليها، وربما لا يحضنها مثلا بنتها في البيت، وربما إذا شاف زوج بنتها هرب لا يريد أن يراها. فهذا كله فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على كمال الشفقة وكمال التواضع، وهذا ما ينبغي علينا أن نفعل. كذلك يؤخذ من هذا الحديث مسألة، وهي الخادم، هل هذا مما يلزم الزوج أو لا يلزمه؟ هل الواجب الزوج يأتي بخادم للزوجة؟ هذه مسألة خلافية، والصحيح لا يلزم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا لم يلزم عليا بالخادم، ففهم منه أن ذلك لا يلزم الزوج أن يأتي بالخادم، أو تشترط تقول من شرط أتزوج معك لأن تأتيني بخادم، هذا ليس شرطا. ومنها أهل العلم من قيد ذلك بما إذا كانت هذه المرأة ليست مما يخدم في بيت أهله، مثلا غنية هي ما متعودة لا في الطبخ، يعني حينما كانت عند أهلها ليس لها خادم، لا مع خادم، وهي ما غير متعودة على إيش، على الطبخ وغسل الصحون. وغنية، فالإنسان إذا تزوج وحدة غنية لا بد أن يصرف عليه كما يصرفون عليه، فإذا ما تستطيع لا يجوز لك أن تتزوج وتعيش في بيت منطي، لا بد تكون كفؤا لها، لا بد تكون كفؤ الكفاءة لا بد. فبعضهم اشترطوا لأن هي ما متعودة، وبعضهم يقول لا، يعني حينما كانت عند أهلها ليس لها خادم مثلا، المرأة إذا تزوج هو غير ملزم بذلك، لا يجب عليه أن يأتي إذا كانت قادرة على الخدمة من طبخ وخبز مثلا وكنز وما إلى ذلك. هذه من واجبات الزوجة، لأن المرأة تعمل في البيت والرجل يعمل خارج المنزل. لكن اليوم انعكس
انعكست الصور، المرأة تعمل خارج ومع الرجال بعد، سواء في بلاد الكفر أو بلاد المسلمين، تعمل مع الرجال وتتكلم معه وتضحك مع الرجال، والزوج يغسل الصحون. أين الرجولة؟ أين بقي الرجولة؟ وين رجولة هذا الرجل؟ فالمرأة تروح تشتغل مع هذا الرجل اللي يتكلم معه، والله بحدود ايش حدود؟ وقرنا في بيوتكن، الله عز وجل أمر النساء تجلسنا في البيت. العمل ليس حراما في حق النساء، لكن تكون مع النساء وليس مع الرجال، ولا بد أن لا تفرط في ماذا في حق الزوج. تقول أنا أشتغل، تشتغل، لا يجب عليك، الرجل يشتغل، الرجال قوامون على النساء. بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. النفقة قوام، يجب على الرجل، هو الذي يأتي بالمصاريف والأرزاق. فالمرأة لا يجوز لها أن تشتغل إلا بإذن زوجها، صح؟ لا يجوز أن يأخذ من مالها، لكن لا يجوز أن تعمل إلا بإذن زوجها، لأن واجبها في البيت ليس خدامة هي. هذه أمور مشتركة. بعض الناس يقولون إيش إحنا خدامين، مو قصة خدامة. أنت إذا ما طبخت لأولادك من يطبخ؟ أنا أطبخ، طب أنا أعمل بر خارج المنزل، أنا أتي بالمال وأنت عليك الطبخ، هذا واجب المرأة. طبخ عليك وكنز وأنا عليه. إذا قلت واجبات المرأة ليس عليها، طبعا أنا أيضا العلاج ليس عليها، والحج والعمرة ليس عليها، هذه ليس من الواجبات. واجب على الرجل ماذا؟ كسوة في الشتاء، كسوة في الصيف، والبيتوتة فقط، انتهى الأمر. هذه عدالة، ما في غير شيء ثاني، وعدم الظلم، ولا طبعا الرزق. بعض النساء كل أسبوعين، كل أسبوع تشتري ثوب. طيب هذا الزوج يستطيع يمنع، والدواء ليس واجب على الزوج أن يشتري، لكن يفعل هذا من باب العشرة، وعاشرون بالمعروف. وكذلك هي ينبغي عليه، بل يجب عليه أن تحترم هذا. فالتوافق سبب من أسباب الطلاق. المرأة تشتغل، هذا السبب، لأن عندها مال. ترى بدون قدح ولا أتكلم على النساء، المرأة يعني لولا الرجال ما تستطيع تعيش مرأة وحدها. الرجال، لأن لماذا الطلاق أعطي للرجال؟ ليس دفاع عن الرجال، لأن المرأة عاطفة. لو الطلاق بيد المرأة، أوف، بيوت خربت، ما يوجد بيت إلا زوجه خارج المنزل، نايم في الشارع، في الشلطة، في الشارع نايم، لكن الرجل يمسك نفسه. فقصدي الخادم، أو لا تعمل في البيت أو للفراش فقط المرأة، هذا كلام ساقط، ما يصلح أن يقال هذا الكلام للمرأة. لا، المرأة مثل الرجل، إنسان، وعليه واجبات وعليه واجبات. فالله عز وجل خلق الرجل وخلق المرأة، وتكاليف علينا وما علينا. هناك ما ذكر الشارع، يعني عائشة ما قالت ما أطبخ لك ولا أكنس لك، أنا أريد أن أعمل، ليس واجب عليها، ما موجودة حتى في عصر القديم، ما سمعنا هذه الأمور، أمهاتنا وأخواتنا. اليوم الآن نسمع الخدمة ليس واجب عليه، أنا واجب عليه فقط غرفة نوم، غرفة نوم، هذا قلة أدب، هذا ما عنده أدب أصلا. أنا فقط شغلي في غرفة، إيش غرفة نوم؟ إنسان ما يستحي يتكلم هذا الكلام، حياء ما في الصراحة. في أمور مشتركة، وفي أمور معروفة بالعرف، العرف، العادة محكمة، هناك قاعدة كلية، العادة محكمة، أخذوها من قوله تعالى وعاشرون بالمعروف. العرف إذا كانت لا تخالف شرع الله عز وجل يعمل به. أما أنا والله أظافري تخرب، والله أنا أظافر، مش أظافر، لبوة، مش أظافر، مثل الشيطان بعض النساء عندهم أظافر كده، أو إما اصطناعي ومن حقيقي، ما تنظف، ساعات تجلس تنظف وما تطبخ. طبعا مش كل النساء المؤمنات، لا، يعرفنا حقهن، حق زوجهن، حق أولاده. كذلك الرجل يجب عليه أن يراعي حال المرأة في المرض وفي شهر الدورة، قد تتألم وقد تمرض، لابد أن يساعدها سواء في البيت أو خارج البيت.
يساعده في الأسواق، يساعده في الطبخ أحيانا لا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم من تواضعه كان يقوم في شأن أهل بيته. وينبغي علينا ألا نتكلم هذه الأمور بأن مسألة الخادم ما خادم يجب على الرجل أن يأتي. أيضا خدمة أيضا يستفاد من هذا بأن الذكر، هذا الذكر لا تتركه حتى في السفر. حتى علي رضي الله عنه سألوه هل تركت هذا الذكر؟ قال ولا ليلة الصفين. قال ولا ليلة الصفين؟ قال في حياتي ما ذكرت، ما تركت هذا الذكر. قالوا ولا، فقيل له ولا ليلة الصفين؟ ليلة الصفين حرب بين علي رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه. قال ولا ليلة الصفين، حتى في الحرب ما ترك، يوم ينام فأربع وثلاثين، ثلاث وثلاثين، ثلاث في الأصابع 15 15 30 وواحد وأربعة تعمل. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الإنسان ينبغي عليه أن يواظب على هذا الذكر عند النوم، لم يصبه بإذن الله تعالى إعياء ولا تعب ولا مشقة، لأن فاطمة رضي الله عنها شكت التعب من العمل فأحالها صلى الله عليه وسلم على ذلك. فلنحرص مثل هذا ونحافظ عليها، نسأل الله يتوب علينا وعليكم ويثبتنا وإياكم على التوحيد، على التوحيد والسنة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين.